تعيطيش طيب. لا احنا مش عايزين نعيط، احنا مش عايزين خلاص نعيط، احنا بنتصور مش عايزين عياط. خلاص ما تعيطيش. اصل انا شفت ايام. لا احنا مش جايين نعيط، احنا مش جايين نعيط، احنا جايين نعرض مشكله وجايين نتكلم. انتي قولي عشان مش قادره اتكلم. تنفع خلتيه يعيط؟ خلاص يا جماعه بجد خلاص. معلش. ايه مش بتعيط؟ معلش. بتقول له اصل انا شفتها بالصدفه، بتقول له انا عندي 13 years old يعني هتم، وهو بيرد عليها جايبه ان السماء بترد، بيقول لها لا انت 7 سنين، ان هو سايبها وعندها 7 سنين. تقول له ايه؟ تقول لي ايه يا شيخ؟ كان تيك توك. قربي المايك. تقولي ايه البابي؟ قربي خدي المايك. ادها المايك. اقول ايه؟ قولي له حاجه. قولي له قولي لبابا ايه؟ قولي له وحشتني. كبرتي وشالك عندك 7 سنين. دلوقتي بقت عروسه اهو زي العسل. يلا. ان هو وحشني ان شاء الله يكون في الجنه و بس كده. مش عارفه افكر في حاجه دلوقتي بس في كتير يعني. تقولوا لي ايه بسبب اللي بيحصل دلوقتي من اخواتك الكبار؟ هو المفروض يعني فاهمه بقى. ايوه فاهمه. المفروض الصراحه يعني انا مش قصدي حاجه، بس المفروض ان يوسف وساره ما يكونوش اتدخلوا الصراحه في الموضوع ده، مضايقني شويه. دي لاخواتك مش بيتواصلوا معاكي لان هم اتواصلت اتواصلنا انا ويوسف كتير شويه. مره في الجراج، وكان مره من سنين انا ويوسف وساره خرجوا مع بعض قبل القضيه دي، خرجوا مع بعض وراحوا مركب واتغدوا مع بعض. بس الكلام ده من فتره، اللي كان في قضيه من 7 سنين. أيوة. ما هي 2016 توفى وائل، كان خلال السنه دي خرجوا مع بعض فيها فعلا. كان عندك كام سنه لسه ساعتها؟ كنت حوالي لسه صغيره. لا كنت صغيره 6 سنين. اللي هو دلوقتي المفروض يسالوا عليكي بقى، انت بقى عروسه. انت ما بتحبيش تتواصلي معاهم؟ هي اتكلمت مع يوسف في الموضوع. اتكلمت مع يوسف قبل كده، قالت له في ايه؟ احكي انت اتكلمتي ورد عليكي قال لك ايه؟ ردي. اتكلمت مع يوسف وقلت له ان ما ينفعش يعني اللي بيحصل ده، عشان انا هو عارفين ان دي شقه بابايا يعني، المفروض بتاعتنا يعني. ف هو مش عارفه قال لي نبقى نتصرف وسيبي الكلام ده للكبار وحاجات كده. ف يعني احنا اتكلمنا لفتره يعني، مثلا اتكلمنا ساعه عن الموضوع ده، بس يعني الموضوع ما جابش نتيجه. بس هو متدخلين في ماما متدخلين في القضيه. ايوه بيقول لك سيبي الموضوع للكبار يعني، سيبي مامتك ومامتك وهما كمان. لكن ما هو ساعتها تعيش كان متدخل قوي في الموضوع، فانا قلت له انت ازاي يعني تخلي مامتك تعمل كده وبتاع، فراح قال لي سيبي الكلام ده للكبار وكده. فبعدين راحوا هما برضو دخلوا عملوا قضيه. ساره ويوسف كانوا بيجوا لنا فين؟ كانوا بيجوا لنا هنا في الشقه، وبابي كان عايش كان بيجي لنا هنا ومع ماما يعني وياسين وكده، كانوا بيجوا لنا. وحتى لما بعد ما بابا مات برضو يعني جم. ايوه العزا هنا ولا لا؟ جم قعدوا هنا في العزا معانا، ومدام اميره جت وعزتني هنا في البيت. في صوره كده في المج. في صوره في المج لينا كلنا فيهم. صح حبيبي قلبي، لينا صوره وهم معانا هنا في الشقه في المج متصورين، وائل كان عاملها ليهم هنا في الشقه هنا.